بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. زواج سعيد بلا نكد، كيف نستطيع أن نجعل العلاقة الزوجية بين زوج سعيد وزوجة سعيدة حياة زوجية سعيدة؟ كيف نطرد النكد من الحياة الزوجية؟ كيف ننشئ علاقة زوجية سعيدة؟ كل ذلك إن شاء الله هذه الليلة في ماتم المرخ في قرية المرخ الحبيبة تضيرونه.